بداية أسبوع جديد بتتجدد فيها مواضيع جولتنا الصباحية لليوم الأحد 24 آب. صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا. بنبتدي جولتنا بعناوين اليوم واللي هي: كيف نبني بلدا دمرت العديد من مدنه وبلداته، وكيف نستفيد من التجارب الناجحة للدول التي خاضت حروبا قاسية. في خطوة لتنمية مواهب الطلبة وإكسابهم مهارات جديدة، ورشات عمل صيفية أقامتها مدرسة أورينت بمدينة الريحانية في تركيا. بماذا تذكرك مجزرة الكيماوي؟ سؤال الاستطلاع لهذا الأسبوع من مناطق في ريف دمشق طالتها الغازات السامة. وفي أخبارنا المنوعة، تحدي الماء البارد ظاهرة انتشرت مؤخراً لنشر الوعي لمعالجة مرض التصلب العضلي وجمع التبرعات لمكافحته. مشاهدينا، خلونا نروح لموجز لآخر الأخبار من راديو أورينت ونرجع لنبدأ أول مواضيع. على رأس الساعة ونشرات تفصيلية متتالية. التاسعة بتوقيت دمشق، موجز الأخبار من راديو أورينت. كتائب الثوار تدمر 4 دبابات لقوات النظام على جبهة الجبل الشرقي بأطراف مدينة الزبداني في ريف دمشق. مقتل 3 مدنيين بقصف طيران نظام مدينة عربين بالغازات السامة. قصف ب6 قذائف هاون يستهدف الأحياء السكنية داخل مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق. الطيران الحربي يقصف مشفى الطبقة الوطني في الرقة ما أسفر عن سقوط 10 شهداء وعدد من الجرحى. الثوار يتقدمون في اشتباكات بمدينة مورك في ريف حماة، وطيران النظام يرد بقصف قريتي الحجامة وقمحانة بالقنابل العنقودية. كتائب الثوار تستهدف تجمعا لقوات النظام في محيط بلدة نوابير في درعا. سقوط 10 قتلى في معارك عنيفة بين تنظيم الدولة ووحدات حماية الشعب في جزعة بريف الحسكة. اجتماع وزاري عربي في السعودية اليوم لبحث تطورات الوضع في سوريا والعراق. السيناتور الأمريكي جون ماكين يدعو لضربات جوية أمريكية ضد تنظيم الدولة في سوريا. هيومن رايتس ووتش تقول إن العدالة لم تتحقق على الرغم من مرور عام على مقتل 100 سوريين بالكيماوي. مقتل 3 فلسطينيين في تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وإصابة أكثر من 18 أغلبهم من الأطفال في غارة جوية استهدفت برجاً سكنياً في مدينة غزة. وأخيراً، الأمم المتحدة تؤكد دخول 8 شحنات إغاثية من الحدود التركية والأردنية إلى سوريا. نهاية الموجز لسوريا ولكم السلام. مشاهدينا، التمعن في قراءة ودراسة تجارب الدول أمر مهم للغاية، فهو يعطي دافعاً وحافزاً للتجديد وتجاوز كل المحن والظروف والكوارث. خلينا نشوف هالتقرير ونرجع لموضوعنا الرئيسي بجولتنا الصباحية. قد تكون الحرب جنداً من جنود السلام والحضارة والتطور، فمعجزة حدثت في ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية، تلك الحرب التي خلفت وراءها الدمار والخراب وتحطم فيها جهاز إنتاج بأكمله لدولة بقيمة ألمانيا النازية، ولم يبقى شيء سوى أطنان من الخراب والدمار. أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 5 ملايين ألماني وتدمير عدة مدن كبرى، ناهيك عن اقتطاع أجزاء من أراضيها وضمها لبولندا والاتحاد السوفيتي وفرنسا. وما نجم عن ذلك كله من تشريد نحو 12 مليون كانوا يعيشون في شرق أوروبا، إضافة إلى 8 ملايين أسير ألماني في معتقلات قوات الحلفاء وانقسام ألمانيا إلى قسمين الشرقية والغربية.
أذهلت ألمانيا العالم عندما بدأت من الصفر، انبعثت من الموت، شعب جديد بعقيدة جديدة تعتمد على تحريك الثروة وعدم تكديسها. ومن الدمار الشامل قامت بإنشاء الصناعات الضخمة، فأصبحت في مقدمة الأمم حضارة وبناء وتشييدا. اليوم تعتبر ألمانيا الرائد الثاني في علوم الطب والهندسة والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وهي عضو في الأمم المتحدة والناتو ومجموعة الثماني ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتعتبر قوة اقتصادية كبرى، حيث أنها أكبر مصدر للسلع وثاني أكبر مستورد لها في العالم. أما اليابان، الدولة التي كانت مسحوقة بالقنبلة النووية الأمريكية، تحولت إلى دولة عصرية ذات رؤية ونمو اقتصاديين أضحيا مثار العجب العجاب من مشارق الأرض إلى مغاربها. بعد الحرب العالمية الثانية بدأت قصة كفاح ثورية وإعادة بناء بعد تدمير الحرب العالمية ل40% من بنيتها التحتية، إلا أن اليابانيين اتبعوا سياسة ذكية جدا، قرروا تحويل هزيمتهم إلى نصر اقتصادي. إن من يبحث عن سر التفوق الياباني سيخلص إلى أن اليابان ركزت في بنائها على بناء الإنسان أكثر من بناء البنيان. الشخصية اليابانية منضبطة، تقدس الوقت، تحترم النظام، وتبدع من ضمن الفريق الواحد، وتلتزم وبشدة بآداب التعامل وأخلاقيات المتاجرة. لكل بلد طبيعة وظروف مختلفة عن الآخر، ولكل بلد نقاط ضعف وقوة يختلف بها عن غيره. مع ذلك، فقراءة ودراسة تجارب الدول مهمة جدا، لكونها دافع وحافز للعطاء. إننا لو اتبعنا تجارب النهضة والبناء التي قامت بها دول عدة سنخلص لنتيجة، وهي أن مدار أي نهضة شاملة مبني على أمرين: الإرادة، ومنها يخلق الثاني، الإدارة. مشاهدينا، لنحكي أكثر عن موضوع كيفية الاستفادة من تجارب الدول اللي عانت من الحروب والأزمات والكوارث أو شبيهه بالوضع السوري، معنا دكتور حسين عماش محلل اقتصادي، وزهير العمري رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني سابقا. صباح الخير لكم. صباح الخير. يعني دكتور وأستاذ، يعني مثل ما بنعرف أنه اليابان وحتى ألمانيا عانت، و1945 انتهت الحرب، عانت ما عانت وخرجت بقوة اقتصادية وأصبحت اليوم من الاقتصادات العالمية في الأولى في العالم. كيف يمكن أن نستفيد من هذه التجارب بالفعل؟ أول استفادة أنه طبعا ما حدث بألمانيا وباليابان بعد الحرب مباشرة كان هنالك سلطة مركزية سميها سلطة الاحتلال الأمريكي، لكن البلد المحتل كان متماسك يعني اجتماعيا وسياسيا وثقافيا. جزء بألمانيا كان في أربع أجزاء فيدرالية، فبالتالي الاحتلال، بس كان الاحتلال العام الأمريكي هو المظلة، وأي إعادة إعمار، أي جهد لإعادة إعمار يحتاج سلطة رئيسية أو سلطة مركزية بأي مرحلة من مراحل الإعمار. الاستفادة اليوم من تلك التجربة تحتاج أنه نرجع للوضع السوري. الوضع السوري أنا أعتقد أنه ما نسميه إعادة الإعمار والاستفادة من تجربتهم بدأت تمر بمرحلتين. أنا بقناعتي المأساة السورية فرضت علينا إعادة تفكير بكل ما يسمى إعادة الإعمار. صحيح. أنا أسمي الجزء الأول ما الإعمار العابر، بمعنى أنه أثناء الثورة الآن نحتاج إلى استمرار الإعمار. يعني الحرب العالمية الثانية لم تستمر أكثر من 4 سنوات، ورغم شملت العالم كله، بينما الحرب السورية 4 سنوات ولا نزال نجهل نهايتها. صحيح. فمعناها نحتاج أنه الإعمار العابر، بمعنى أنه الحفاظ على الحاضنة الثورية التي تؤيد الثورة بتوفير مستلزمات الحياة على الأقل الحد الأدنى من الحياة، بمعنى الكهرباء، المي، يعني هذول الأشياء الأساسية. ثم الإعمار الدائم أو الإعمار الدائم يأتي من جزئين كمان أو جزئيتين. الجزء الأول هو إعادة ما تدمر على مستوى سوريا، والجزء الثاني أنا أسميه النهوض. وهذا هذا النهوض، برنامج النهوض الاقتصادي هو الذي يحدد هوية البلد بعد الدمار. وبالتالي في الحالة هذه التجربة يمكن يكون الألمانية قد تفيدنا، لسبب أنه كانت ألمانيا مجزأة من ناحية الاحتلال الفرنسي والبريطاني والأمريكي، ومقسومة إلى شرقية وغربية. ثم والشرقية طبعا خرجت من الأيام الأولى، لكن مع هذا كان في خطة مركزية إدارة الاحتلال، مشروع
مارشال لإعادة الإعمار. صحيح. معناها كان هنالك مشروع مركزي مولدته أمريكا ضخت الأموال. إحنا الآن أعتقد أنه نحتاج، وطبعا عملنا عدة أفكار ودراسات موجودة سواء من خلال مجموعة الائتلاف أو بيت السوري، البيت الخبرة السوري. الخبرة السوري. هنالك أفكار في الإعمار، وبالتالي أعتقد الـ يعني الجزء الأساسي فيه مثل ما ذكرت أنه يحتاج الآن نبقي الحياة مستمرة ونوقف النزوح والهجوء واللجوء من المناطق المحررة، ثم ما بعد سقوط ورحيل بشار أسد نحتاج أنه هنالك سلطة مركزية. والخوف أن التوافقية اللي نفكر فيها هي أحد أسباب الفشل. أي سلطة توافقية بمعنىها ليس هنالك جهة قادرة على اتخاذ قرار إعمار، وهوية سوريا الجديدة بدها تكون هوية الثورة وليس هوية التوافق، لأنه التوافق اللي ممكن بيتم يجوز يضيع البوصلة. معناها نحتاج أنه حتى لو تم الناحية السياسية، من ناحية الإعمار يجب أن يكون هنالك هوية مركزية. رح نحكي أكيد دكتور حسين بتفاصيل أكثر لحتى نوضح الصورة ونخلي شوية إيجابية ومعنوية لدى الناس. يعني اليوم بالأرض مثل ما نشوف فيه إحباط شديد. يعني أستاذ زهير بدي أحكي اليوم، أنت كخبرة في مجال الإسكان، شو اليوم المطلوب أو التمهيد أو التفكير من هذا الوقت لوضع خطط أو تصورات معينة؟ مثل ما بنعرف أنه نحن اليوم معظم الأشخاص بيعتمدوا على البناء بشكل شخصي بخارج عن إطار المؤسسات. يعني بنشوف الدول، معظم الدول اللي هي نهضت كان في شركات إعادة إعمار، كان في شركات تنظم هذا الإعمار، حتى البنية الاقتصادية كانت تفكر فيها. كيف لازم نفكر بهالمرحلة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا حبيت بس تعليقا على السؤال اللي سألته للدكتور. يعني أنا باعتقادي إعادة الإعمار، أنا اعتقادي بناء الإنسان أولا، يعني إعادة إعمار الإنسان بعد الحرب هي الأساس. لأنه الإنسان إذا كان محبط، الشعب إذا ما كان في يعني معنويات مرتفعة حتى يثق بنفسه ويثق بقدراته لإعادة إعمار بلده، أعتقد راح يظل هناك معاناة شديدة في إعادة الإعمار. يعني التجربة اليابانية والألمانية ركزت على الإنسان، الإرادة. فهذه المسألة الأولى. أما السؤال اللي تفضلت فيه، اعتقادي أنه يعني على سبيل المثال في الأردن تجربة الإسكان، يمكن قبل 30 سنة كان بإمكان المواطن خصوصا في المدن الرئيسية، يعني صحيح، المدن الكبرى، أنه يستطيع أنه يبني له بيت لوحده. الآن أعتقد يعني أصبح عدد هؤلاء اللي بيستطيعوا أنهم يبنوا لوحدهم لا يتجاوزوا يعني 2-3% من المواطنين. الأغلبية الساحقة من المواطنين ما بيستطيعوا يبنوا لوحدهم، كون الأراضي أصبحت في أسعار يعني ليست بمتناول اليد لمعظم المواطنين، وبالتالي حتى يمتلك مسكن، يعني يمتلك أرض أولا ثم مسكن، هذا الحكي صعب جدا. لذلك لابد من يعني العودة إلى الحياة المشتركة في بناء مع يعني متعدد الطوابق، متعدد الشقق. وهذا نحكي انه عن شركات بتنظم البنيان العمراني والبناء العمودي وليس السطحي او الشاقلي. نعم، هذا بالفعل. يعني احنا ايضا بالاضافه الى يعني عدم قدره المواطن، ايضا هناك مساله تتعلق بالدوله. يعني الدوله لا تستطيع الاستمرار في فتح بنية تحتية في شكل أفقي متواصل. يعني أستاذ زهير اليوم عم نحكي أنه في غياب أنت دولة، وبتعرف أنه اليوم دورة سوريا صارت مدمرة، يعني بشكل كتير، جزء كبير منها مدمر اقتصاديا وحتى اجتماعيا وبنيانيا، بنية تحتية تقريبا شبه منتهية. كيف فينا نفكر بالمرحلة القادمة؟ يعني شو هي الآلية اللي ممكن نحن نعتمد عليها لإعادة تنظيم الحياة من جديد وإعادة البناء على ما تقوله على قواعد وأسس صحيحة؟ سيدي، أنا باعتقادي المسألة السورية لابد، كون أنه سوريا دولة شقيقة وشعب شقيق، لابد من تكاثف الجهود من خارج أيضا سوريا، يعني من العرب في الدول المحيطة يعني أولا، وأيضا وبشكل أساسي من الأخوة السوريين المقيمين خارج سوريا. يعني أنا اعتقادي أنه مهما طال الزمن راح تنتهي الحرب إن شاء الله، وراح يكون هناك يعني البدء بإعادة الإعمار. لذلك إن كان يعني اليوم ولا بكرة ولا بعده راح تنتهي هذه الحرب، لذلك لابد من التهيئة من الآن. يعني المفروض العقول السورية الموجودة خارج سوريا بالتعاون مع يعني كثير من يعني المتبرعين من الدول العربية، من الدول المحيطة وأيضا من أبعد من ذلك،
انهم يبداوا من الان يحضروا لاعاده الاعمار، لانه الدمار اللي حصل في سوريا خلال الثلاث سنوات الماضيه كبير وبحاجه لتكاثف الجهود. ولا تستطيع اعتقد يعني اكيد استاذ زهير، هلا صار في اجتماعات اتوقع في دوله الامارات الشقيقه وكمان بالتعاون مع المانيا للتفكير ووضع خطط لاعاده الاعمار، واليوم نحن هالحلقه نحن مخصصين للتفكير وانه دائما في حلول، يعني رغم انه مثل ما حكينا قبل شويه النموذج الالماني كان في 5 ملايين قتيل، 12 مليون مشرد، يعني هي بالمانيا، يعني نحن تقريبا الوضع اتوقع ان شاء الله بيكون افضل شوي وممكن يكون بسرعه. دكتور يعني عم بحاول عندك افكار، مجموعه افكار نحكي عن مجموعه اللي انطرحت باجتماع دول الامارات او حتى في المانيا، وحتى اللي طرحاته عن قبل اصدقاء سوريا اللي تخلوا تقريبا بالفتره الاخيره، ما بعرف اذا تاخلوا عن وعودهم. هي طبعا مجموعه اصدقاء سوريا الذي افتتح في دبي لفتره لا باس بها، عملوا عدد من الدراسات المهمة وهي تتعلق بعدة جوانب قطاعية، يعني بصراحة هي الإعمار المادي أو الإعمار الاقتصادي. بس أنا أعتقد أنه الآن النزوح بالنسبة لألمانيا نزوح داخلي، هذا طبعا مهم، الدمار مهم، لكن ما يجري اليوم بسوريا حقيقة بالكاد نقارنه بألمانيا، لسبب أنه الدمار حقيقي وتحتاج المرحلة المستقبلية تحتاج يعني نوع من الأسلوب. يعني الأسلوب الأول أنا سميه إنقاذ. الآن أي إعمار جديد بده يبدأ بالجانب الإنساني، يعني لو توقفت المدافع اليوم أول خطوة إلي بالإعمار أنه أنا أعيد اللاجئين والنازحين لبيوتهم بالدرجة الأولى. بالدرجة الأولى حتى لو يقعدوا ينصب خيام على بيوتهم المدمرة، هذه أول خطوة في عادة العمار لأنه نستعيد ثقة الإنسان. صحيح. طبعا الجزء الثاني أنه أنا حتى أعتمد على أموال من أصدقاء سوريا وغير سوريا، أعتقد هذه سوف تأخذ وقتا طويلا ولن تأتي كما نشاء بسهولة. معناها الموارد الذاتية الإنسان السوري قادر على أنه يعني يبدع، وبالتالي هذا موارده الذاتية مصدر رقم واحد. المصدر الثاني هو سميه الاستثمار الخاص في حال تتكلم على اعمار التجاري، لكن المشكله في سوريا عميقه اكثر من، لانه هنالك في عشرات مئات الالاف من الجرحى، الان نتكلم عن 700 الف جريح. صحيح. طبعا من يعالجهم؟ هنالك المرضى، هنالك الفقراء المحتاجين، معناها نحتاج ايضا برنامج نهوض اجتماعي اقتصادي، يحتاج هذا أموال عامة، وهذه الأموال العامة يجب أن تأتي من مكان ما. طبعا معروف أنه بعد الحروب تأتي التضخم، وهذا وارد بالحالة هاي، فأنا راح تكون أمام مأساة اجتماعية إنسانية. فالتضخم معناها أنه الأسعار ترتفع، بس هذا يحتاج أنه بنفس الوقت نجعل الأسواق مفتوحة، الإعمار في ظل أسواق مفتوحة. بدي أخرج من سلطة الدولة المركزية أيام البعث وأجعل في مرحلة الأولى اللي هي أنا أعتقد أنه المرحلة الانتقالية 3 سنوات، أول سنة ما نسميها إنقاذ، والسنتين الثانيتين بعد ذلك اسمها إعمار. ما فرق ما بين الإنقاذ أنه الآن من هو في مخيم الزعتري، من هو في مخيم كيلس، من هو يحتاج أن يرجع ويؤمن له الحد الأدنى من المعيشة حتى يعيد بناء. في سنة الإنقاذ يعني حسب خططك. في سنة الإنقاذ. في السنتين التاليتين نسميها إعمار، جزء منها البنية الأساسية تتطلب جهد يعني اقتصادي حقيقي دولي، مجموعة أصدقاء سوريا، المستثمرين، ولكن هناك قواعد أخرى. أنا لن أغير الهوية السورية من أجل أنه مستثمرين بيجوا بيحطوا قواعد جديدة، بدي أحافظ على خصوصية المجتمع، لأنه هذه الوحيدة اللي حمتني أثناء الثورة. المناطق اللي أهلها متماسكين وشعبها متماسك هي اللي كانت الحاضنة الشعبية للثورة، وبالتالي أنا لن أفرط بهذا لا، على حساب أنه هنالك في أسلوب حديث وعصري. التأكيد على هوية المجتمع الجديد هو مجتمع الحرية والمدنية والديمقراطية والعدالة والمساواة، وهذه مبادئ إلى بنية اقتصادية. دكتور ثانيا توافق ما بين بعد الانتصار، وإن شاء الله راح يصير وراح يصير قريب متأكد منه إن شاء الله، نلغي الانتقام ويصير توافق ما بين المعارضين والموالين.
صحيح ان شاء الله يعني بتتم هالخطوه. انا بدي اسالك انه في اليوم موارد، قديش انت بتراهن على هاي الموارد اللي في سوريا؟ يعني موجود نفط، موجود طبيعه، موجود غنى اقتصادي، سوريا تتوسط يعني حركه ترانزيت كمان مو طبيعيه، كان لم يستفاد منها بالشكل المطلوب، كيف لنا ان نستفيد ايضا من هذا الموارد؟ للاسف الثوره يعني اخفقت في اداره مواردها، بدءا من المجلس الوطني ثم الائتلاف ثم من تصدر الامر في سواء في المعارك في الداخل او في كراسي الفنادق. طبعا احنا نعرف النفط الرسمي 300 الف برميل يوميا كان ينتج ايام قبل بدايه الثوره، بس الرقم الفعلي هو 600 الف لانه كان في نص و 50% يخفى حتى يذهب، وبعض الارقام تتحدث عن اكثر كمان، راح نقول بهذا حسب تقديرات المختصين. فهنالك في 600 الف برميل يوميا، وهذا تقريبا يعادل انتاج قطر ونص انتاج ليبيا، قادر على انه يعيد جزء من الاعمار. طبعا الموارد الاقتصاديه الاخرى بمعنى الزراعه وحبوب وقطن وصناعه والمدخرات السوريين اللي موجوده في الخارج من عشرات السنين. عام 2010 السوريين هم المستثمر العربي رقم واحد في السعودية قبل الثورة، فالمستثمر يعني هناك أموال يمكن استفادة منها، هناك أموال هائلة عندما تتاح مناخ الحرية العدالة وعدم وجود فساد. بالتأكيد هذه الموارد سوف تأتي في لمح البصر، بس عندها تأتي على الاقتصاد يبنى على الثقة، فإذا لم توفر الثقة الحقيقية هنالك إدارة حقيقية، هنالك إدارة مركزية في سلطة أمن، انتهت الأعمال الانتقامية، انتهت الأعمال الحربية، حوكم الأسد وضع في قفص العدالة. بالتأكيد أنا متأكد أنه لن نحتاج لا البنك الدولي ولا IMF ولا أي جهة أخرى، قادرين على أنه إدارتنا إدارة ذاتية، وبالتالي الأموال اللي نتكلم عليها الداخلية أنا تشكل 60-70% من جهود إعادة الإعمار. الموارد الداخلية هنالك 20% مستثمرات السوريين في الخارج و10% من الأصدقاء سوريا، هذا يجعل المبلغ الحد الأدنى 100 مليار دولار. رح أرجع لك على تكلفة إعادة الإعمار وكيف الطريقة. يعني أستاذ زهير أنا بدي أسألك اليوم عن تكلفة المشاريع الإسكانية، إذا بدنا نحكي عن عائلة متوسطة البيت الصغير بتعرف أنها في حالة لا تسمح ببناء فخم بالمرحلة الأولى، كيف فينا ممكن نجدول هيك مشاريع؟ يعني أخي إحنا ممكن نأخذ تجربة أهلنا في غزة، يعني الآن هي أكبر مثال. غزة تعرضت إلى ثلاث حروب خلال يعني 5 سنوات، يعني بعد كل حرب كان هناك خطط لإعادة الإعمار، ثم الحرب التالية ثم إعادة الإعمار ثم وهكذا. الآن يعني من خلال نشاطنا في الأردن مع أهلنا في غزة من خلال لجان التضامن وإعادة الإعمار واللجان النقابية، صحيح يعني وصلنا إلى أنه 25 ألف دولار يكفوا لإسكان أسرة متوسطة العدد، يعني بالمتوسط 25 ألف دولار. شو ممكن دولار من ضمن المسكن البناء. حجم المسكن المسكن يعني إحنا الصحيح يعني في غزة بدأنا في خطط في عام 2009 إنه نبدأ في السكن النواة ثم يتوسع، يعني هذا في المناطق طبعا خارج المدن الرئيسية، يعني خارج المدينة الرئيسية هناك يعني في الريف اعتقد في سوريا. يعني استاذ هل نبدا يعني نبدا من خارج المدن ومن ثم بالتقدم الى المدن؟ يعني بتعرف اليوم في مناطق مدمره بشكل هي كامل. هي خطط لخارج المدن اللي هناك في مجال التوسع الافقي او اعاده الاعمار حسب ما كان عايش المواطن. المواطن كان عايش في بيت له مزرعه له مكان يعني يفلحه، بالتالي بده يعني ممكن يبدا في نواه، يعني غرفه نوم او غرفتين نوم مع منافعهم ثم يتوسع هذا البناء. لذلك لابد من إعداد مخططات مثل هيك أبنية حتى يكون في الإمكان البدء في إعادة الإعمار ويستفيدوا من كل الناس من هذه المسألة. هذا واحد. أما في المدن الكبرى أو الأحياء اللي فيها أباني مباني مشتركة لابد من إنها شركات تقوم بهذه المسألة، تحتاج إلى شركات كبيرة. نعم، وهذه الشركات لابد أيضا أن تعمل ضمن خطة للمدة ونوع البناء أيضا. يعني الدكتور ذكر شيء كثير مهم اللي هو يعني الإبقاء على في الذهن المواطن على النمط اللي كان عايشه، يعني ما نغير كثير. أما في المدن الرئيسية يعني لو كان هناك مباني هيكل معدني اللي هي سريعة، يعني الآن في تكنولوجيا الحديثة في البناء ممكن كل أسبوعين نسلم طابق يتألف من 6 شقق جاهز اللي هي الأبنية المعدنية والجاهزة
وبالتالي هذه المباني اعتقد انا خلال سنه ان شاء الله في المدن الرئيسيه دمشق، حمص، حلب ممكن يكون نهضنا في يعني اسكان فيها ان شاء الله العدد أستاذ. الاكبر ان شاء الله من ترجع لعندك دكتور، يعني اليوم فعلا ما هو المبلغ المتوقع وكم تحتاج فعلا فتره الاعمار؟ هل تحتاج سنتين ام اكثر؟ اعتقد بالنسبه المبلغ المتوقع تقديراتنا قبل بداية 2014 تكلم على الحد الأدنى 100 مليار دولار من استثمارات يعني فعلية وليس يعني ما أقول تقديرية. فبالتالي 100 مليار دولار الآن أعتقد باستمرار التدمير ارتفعت إلى أكثر. طبعا في بعضهم بيضعوا التقديرات على 150-200 مليون. الإسكو منظمة الأمم المتحدة بدول غربي آسيا وضعتها بحدود 200 مليار. هو الرقم التنوضوع فعلا 200 مليار ولكن بضل نسبة. لكن أعتقد أحيانا اللي قاعدين يعني مكاتب الأمم المتحدة بعالم بعيد شوي عن الواقع. اللي بده يقوله أنه التكلفة هذه، نسيت السؤال الثاني شو؟ عن المدة الزمنية. المدة حقيقة أنا أعتقد الإعمار لن ينتهي، بس أنا أعتقد يعني في شيء للطوارئ. الإعمار مثل ما قلت لك أنا أسميه الإنقاذ، سنة الإنقاذ تحتاج سنة للمنازل الشخصية السكنية العائلية والمرافق الأساسية التي كانت قائمة، إعادة ترميم المرافق تحتاج إلى سنة. وبالتالي أما أسميه إعمار بقصد التحسين الوضع القائم، وخاصة مثل ما ذكر الأخ العمري على موضوع البناء العمودي اللي فيه مثلا بحمص وبحلب تم تدمير، وحتى في غوطة دمشق البناء العمودي هذا يحتاج أنه جهد جماعي، وجهد الجماعي الآن غير متاح، تطلب أنه يحتاج إلى شركات يا أما شركات استثمارية في تلك المناطق، وطبعا هذا غير متاح فورا وإنما على مدى 6 أشهر سنة بعد ذلك احتمال تكون هذه تنظمت أمورها. لكن التنظيم الجهد الغاثي الأول هو السنة الأولى. إذا لم أستطع أن أعمر 100% من المساكن الخاصة، على الأقل لو أعمر في المناطق اللي هي سكن شخصي سكن فردي ينجز هذا من خلال صندوق سوري للتمويل. يجب أن يكون يعطي قروض، يعطي منح تخصيصا لها يعني. بعدين في قضايا دائما ننظر لها بالمثالية. أنا يجب أن أؤجل فكرة المدينة الفاضلة بالمعنى العام، يجب تأجيل حتى وقت آخر، يجب تأجيل المدينة الفاضلة لأنه في زخمة الثورة وفي زخمة الأفكار يجوز أحيانا يأخذنا الحماس إلى أمور إحنا بغنى عنها، وبالتالي ريثما يستقر الفكر، يستقر المجتمع، تستقر الشرائح الاجتماعية، نبدأ بإعادة كيفية تبني البلد من جديد، وهذه تأتي بعد ممكن 3 سنين أو 4 سنين. بس يحتاج انه احنا لا يجوز ان نعيد فرض هويه جديده انا او غيري، لانه اكيد وصلت الرساله انه ما نقبل اي استثمار على حساب البلد ووطنيه البلد. نعم. دكتور حسين اكيد يعني الموضوع بطول ان شاء الله بحلقات قادمه نفصل اكثر عن الخطط الاقتصاديه اللي حضرتكم عم تدرسوها لاعاده اعمار سوريا. دكتور حسين عماش محلل اقتصادي سوري شكرا لك. زهير العمر رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الأسكان الأردنيين سابقا شكرا لكما على الحضور ونورتوا جولتنا الصباحية. مشاهدينا فاصل صغير ونرجع لحياة الناس. في حياة الناس ورشات صيفية أقامتها مدرسة أورينت في مدينة الريحانية بمجالات تعليمية وتربوية في خطوة منها لتنمية مواهب الطلاب وإكسابهم مهارات جديدة. المزيد في تقرير عمار دنداش. تقوم هذه الطفلة مع أصدقائها من طلاب مدرسة أورينت في مدينة الريحانية بقص الورق الملون ولصقه ليكون أحرف وأشكال. هي ورشة لتدريب الأطفال على أسماء الأشياء وأشكالها، فيقوم الطلاب تلقائيا بإنتاج وسائل تعليمية يستخدمها المدرسون ضمن العام الدراسي المقبل. يعني بقوم الأطفال بتصنيع وسائل تعليمية من خلال بعض المواد الأولية مثل الكراتين، ألوان، سفنج مضغوط، إيفا. عم بقوم بتصنيع بعض الأحرف والأرقام. عم بتعلم الطفل بتعلم تصنيع هالوسائل، إضافة إنه عم بتعلم كتابة الحرف، شكل الحرف،
أو هذا التعلم عم يتم بيستمر كل العمر، هو تقريبا تطبيق مناهج تعليمية ووسائل تعليمية الحديثة، وعم يتم من خلال إشراف مختصين بالوسائل والتعليم. ورشات صيفية متعددة أقيمت في هذه المدرسة، هنا ورشة لتعليم قواعد اللغة العربية وورشة أخرى للغة التركية وأيضا للغة الإنجليزية، بالإضافة إلى العديد من المواد العلمية والتربوية ومهارات استخدام الكمبيوتر. طبعا نحن دورة صيفية هي دورة تقوية بالمواد الأساسية بالإضافة إلى برنامج ترفيهي للطلاب. طبعا تم تقسيم المعلمين والمدرسين إلى مجموعات طبعا عن طريق الورش. هذه هي الورش، تم توزيع كل ورشة بحسب الاختصاص والرغبة. طبعا هدف الورشة هي تقوية الطلاب، رفع سوية التعليم في المدرسة، بالإضافة إلى النشاط الترفيهي لطلاب مدرسة اليوم. استفدنا بشغلات جيدة ومعلومات قيمة الحمد لله، وحسنا ناوي دفعة معنوية نحسن نحقق شيء إن شاء الله بالسنة الجاي. أنا قدرت حقيقة أنه ما انقطعت عن الدراسة، يعني بالفترة الصيفية ما روحت أنه والله بالبيت أو في شغل، ضليتهم في المدرسة عم بدرس إنجليزي. لم تقتصر الورشات على الجانب العلمي فقط، بل كان هناك تركيز واضح على الجانب التربوي من خلال ورشات التوعية. في بيئتنا حل الخطر، خطر من صنع الإنسان. حاول كادر المدرسة توعية الطلاب لمخاطر تلوث البيئة، وأيضا تدريبهم على الإسعافات الأولية، وبذلك اكتسب المتدربون مهارات جديدة لربما تفيدهم في ظل الأحداث الجارية. الورشات الصيفية التي أقامتها مدرسة أورينت في مدينة الريحانية هي امتداد للفعاليات التربوية التي عودت هذه المدرسة طلابها على إقامتها في فترات متفاوتة. الهدف من هذه الورشات إبقاء الطالب في الجو الدراسي وإكسابه المزيد من المهارات التي تفيده في حياته اليومية. عمار دندش، أورينت نيوز، من مدينة الريحانية. أهلا بكم مشاهدينا بجولة على أهم عناوين الصحف الصادرة لهذا اليوم، والبداية من القدس العربي، وفيها تجنيد الجهاديين من أوروبا وأمريكا ما سر جاذبية داعش وأخواتها، الصيد الثمين دفع إسرائيل لنقض التهدئة وإعادة صوت المدافع لغزة، ضغوط الحلفاء على العبادي وتحذير من بيع الوزارات وتورط إيراني أمريكي في المعارك، اجتماع وزاري لخمس دول عربية حول سوريا في السعودية، قلق في الكونغرس من ورطة جديدة في العراق وحديث عن إشراك الأسد، القصة الثامنة حتى الإصابة بالسرطان لا تعفي النساء من التعذيب في سوريا، اليمن الحوثي يطلق المرحلة الثانية من التصعيد الثوري بنصب مخيمات في طريق المطار في صنعاء، وتوكل كرمان تتهمه بالسعي للانقضاض على الدولة، مشرعون أمريكيون الدولة الإسلامية تبني قدرات لإزالة مدينة أمريكية من الخريطة، المقاومة في غزة تعدم رميا بالرصاص 18 متخابرا مع إسرائيل. ونقرأ مقالا في العرب الدولية تحت عنوان البرامج الحوارية، السكوت عن الجاهل، للكاتبة نهى الصراف، وتقول فيه: مجالسة أصدقاء السوء خيار حر للبعض قد يدفعون ثمنه عاجلا أم آجلا، ومجالسة العلماء والأبرار خيار لا يقل جاذبية للبعض الآخر وقد يحصدون ثماره عاجلا أم آجلا، أما مجالسة الحمقى والجهلاء فهي قدر ثقيل الظل يبتلي به البعض من دون ذنب أو جريرة سوى تواجدهم في المكان والزمان الخطأ. والحمقى الجهلاء أنواع، فمنهم الأحمق المتعصب لجهله، ومنهم الأحمق العدواني، ومنهم الأحمق المتعصب العدواني، وهذا الأخير هو المعتمد الحصري في أي حلقة حوار مهما بلغت بساطتها، خاصة ما يتعلق منها بالمعتقدات والمذاهب الدينية، فيصبح من المستحيل إعادة سهام الحقد التي يطلقها في وجه محاوريه.
الأحمق المتعصب لجهله لا يعترف بالحجج ولا يؤمن بالمنطق، فتراه يخوض في مياه تعصبه الآسنة ويسكم أنوف محاوريه برائحتها المقيتة، معجبا بنفسه مؤمنا بعبقريته، فهو لا يرى سوى ملامح وجهه ولا يسمع سوى صوته الداخلي. أما الأحمق العدواني فهو لا يتردد في تسديد سهام غضبه وحقده على كل من يحاول أن يعارضه في الرأي، فيلوح بمعارضته بكل ما أوتي من أسلحة الوقاحة، ويحمل راية العداء للآخرين من دون أي شعور بالحرج أو الذنب أو الخجل. لسوء الحظ يتمتع بعض الناس بهذه الصفات مجتمعة، فتصبح مجالستهم ومحادثتهم أو النظر في وجوههم العابسة بمثابة عقوبات نفسية رادعة لكل من تسول له نفسه الدخول في سلة نقاشات بريئة معهم. لذلك ينصح المتخصصون في مجاهل وخفايا النفس البشرية بتجاهل هؤلاء مهما كان مستوى الاستفزاز الذي يقدمونه، ومهما كان حجم الزوبعة التي يثيرونها عن قصد، فالتورط في خوض الأحاديث معهم والاستجابة لهم أو الرد عليهم يعدان اعترافا ضمنيا بوجودهم. ولهذا فإن السكوت في هذه الأحوال يكون من ذهب وألماس وياقوت. وفي هذا الحديث قال الشاعر أبو العباس الناشئ: وإذا بليت بجاهل متحامل يجد المحال من الأمور صوابا، أوليته مني السكوت وربما كان السكوت على الجواب جوابا. وفي عناوين صحيفة الحياة: انقلب السحر على الساحر، داعش يكفر بعضه بعضا، مصر 33 قتيلا بينهم سعوديان في تصادم حافلتين سياحيتين، مجزرة مسجد ديالى تعيد فتح ملف الميليشيات في العراق، الحوثيون يبدأون العصيان بحصار وزارات في صنعاء، لبنان قناة ثالثة للوساطة مع محتجزي العسكريين، اجتماع وزاري عربي في جدة اليوم لبحث الحل السوري وتهديدات داعش، عباس يبحث والسيسي معالم الحل النهائي، ظريف في بغداد اليوم بعد مجزرة المسجد، تظاهرات احتجاجية في صنعاء ضد مخيمات الحوثي. هكذا وردا على كتابات تدين الاستبداد وأنظمته، يعلق معلق شيعي أو مسيحي أو علوي يصف نفسه بأنه كاره للاستبداد مستنكرا إدراج بشار الأسد في عداد المستبدين، لكن معلقا سنيا يصف نفسه هو الآخر بأنه كاره للاستبداد ينبري مستنكرا إدراج صدام حسين في خانة المستبدين. مرض الأكثرية والأقليات الشامل عنوان مقال الكاتب حازم صاغية في صحيفة الحياة، وجاء فيه: ربما كانت تعليقات القراء على ما يكتب ويقال من أشد مرايا واقعنا شفافية، ذاك أن هذه التعليقات التي تصدر عن مواقع اجتماعية شتى يجيء الكثير منها من أدنى الهرم ناطقا بلسان الجماعة الأهلية التي ينتسب إليها المعلق، ويستطيع من لا يزال يمنعه حرج ما من التعبير الصريح أن يلتف على اسمه الفعلي أو أن يغيره فيتحرر من ذاك الحرج ومن تزويقه وتمويهه. هكذا وردا على كتابات تدين الاستبداد وأنظمته، يعلق معلق شيعي أو مسيحي أو علوي يصف نفسه بأنه كاره للاستبداد مستنكرا إدراج بشار الأسد في عداد المستبدين، لكن معلقا سنيا يصف نفسه هو الآخر بأنه كاره للاستبداد ينبري مستنكرا إدراج صدام حسين في خانة المستبدين. وحين لا يفعل المعلقون هذا تراهم يتفننون في إيجاد العذر لمستبدهم ابن طائفتهم، وبالطبع فإن المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية أو المؤامرة الإيرانية المطعمة أحيانا بأمريكا إياها تهب دوما لخدمة ما يحاولون برهنته. وإذا كتب مثلا أن نظام الأسد نظام طائفي وأقلوي فرض نفسه على شعبه بالقوة المحضة، ظهر من يتهم الكاتب بالعداء للأقليات التي يوصف النظام المذكور بأنه ساهر على حمايتها. لكن في المقابل إذا كتب أن أوضاع الأقليات في العالم العربي سيئة جدا، وأن حساسية الأكثرية حيال الأقليات تنافس في السوق حساسية الأقليات حيال الأكثرية، ظهر من يتهم كلاما كهذا بالاندراج في تحالف الأقليات المعادي للسنة بل المعادي للإسلام جملة وتفصيلا.
والحال أن الشعوب والأمم حين تمرض فإنها تمرض كلها، أكثريات وأقليات وأنظمة وثورات. أليس هذا الطور الذي نعيش تعبيرا بليغا ولامعا عن مرض شامل كهذا؟ مرض يرى البعض القراء المعلقين ومن يمثلونهم أن نصفه الأسدي صحة، فيما يرى بعضهم الآخر أن نصفه الداعشي هو الصحة بعينها. وفي صحيفة المستقبل اللبنانية وأبرز عناوينها: مراكز حدودية للنازحين وحصاد مشجع لإعفاء المخالفين، مبادرتان أوروبية وأمريكية إلى مجلس الأمن وتدمير مبنى ضخم في غزة، مجزرة ديالا تثير غضبا دوليا، الشرطة التركية تكشف شبكة تجسس وإرهاب إيرانية، غموض يسود موقف الحوثيين من مقترحات لحل أزمة حصار صنعاء، تأجيل محاكمة مرسي في قضية الهروب من سجن وادي النطرون إلى أيلول، بوكو حرام تسعى إلى إقامة خلافة في نيجيريا، ميركل تشدد من كييف على وحدة أوكرانيا، الدولة الإسلامية تهدد إماما كنديا بالقتل. القصة الآن ببساطة هي أننا أمام عملية نحر صحفي أمريكي على يد إرهابي بريطاني ينتمي لداعش في سوريا، مما يعني أن الأزمة السورية ليست أزمة منطقتنا وحدها. هذا ما ورد في مقال بعنوان كل الأحداث تؤدي إلى سوريا للكاتب طارق الحميد في صحيفة الشرق الأوسط. ويقول الكاتب: القصة الآن ببساطة هي أننا أمام عملية نحر صحفي أمريكي على يد إرهابي بريطاني ينتمي لداعش في سوريا، مما يعني أن الأزمة السورية ليست أزمة منطقتنا وحدها، بل هي أزمة أوروبية أمريكية لا يمكن تجاهلها. جرائم داعش من العراق إلى سوريا تأتي مع حلول ذكرى مرور عام على جريمة الغوطة الكيماوية بسوريا، ودون أن يقدم الأسد للعدالة، ودون أن يلتزم الرئيس الأمريكي في التحرك ضد الأسد الذي تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها أوباما نفسه. وعليه فنحن الآن أمام أزمة تجاوزت كل الحدود أخلاقيا وأمنيا وسياسيا، فكيف سيبلور الرئيس الأمريكي الآن أي موقف لبلاده لا يحتوي على تحرك جاد ضد الأسد؟ أوروبيا بات هناك موقف أكثر وضوحا مما هو في أمريكا، حيث يقول وزير الخارجية الهولندي وبلاده عضو في حلف شمال الأطلسي تعليقا على الموقف من داعش بعد جريمة نحر الصحفي الأمريكي، يقول: لن تدوم الحلول في العراق إذا لم نجد حلا لسوريا، مع دعوة الوزير إلى تقديم المزيد من الدعم الغربي للمعارضة السورية لمواجهة الأسد. والموقف الهولندي هذا ليس الوحيد في أوروبا، حيث هناك الموقف الفرنسي الأكثر تشددا مع إعلان بريطانيا رفضها التعاون مع الأسد لمواجهة داعش. وعليه فإن الأزمة السورية اليوم هي أزمة أوروبية أمريكية، وليس بمقدور الرئيس أوباما مواصلة الهروب منها للأمام. وأفضل ما يمكن أن يقال للغرب وتحديدا أمريكا الآن هو أن تحركهم الجدي ضد داعش بالعراق هو ما أدى إلى تخلي إيران عن المالكي، وبالتالي فإن من شأن تحرك غربي أمريكي جاد في سوريا الآن أن يغير المعادلة ويجبر إيران على التخلي عن الأسد، وعدا عن ذلك فهو مضيعة للوقت والأرواح وتعميق للأزمة. والآن مشاهدينا مع رسوم الكاريكاتير. مشاهدينا فاصل قصير ونعود إلى أخبار الرياضة، ابقوا معنا.
والآن مشاهدينا مع الفقرة الرياضية والزميل معن عمر. صباح الخير يا معن. صباح الخير فادي. صباح الخير مشاهدينا الكرام. اليوم هيك متنشط ورياضي شو؟ أكيد بداية أسبوع الأحد لازم بعد الويكند لازم نرجع نشطين. شو الأخبار اليوم؟ والله عندنا للأسف بالبداية خبر مأساوي حزين باستشهاد أحد اللاعبين السوريين الشباب بأحد الأفرع الأمنية للنظام. رحمة الله عليه. رحمة الله أكيد الله يصبر أهله والله يرحمه. وكمان عندنا جولة أوروبية في الملاعب الكروية الأوروبية. طيب معن خلينا نبدأ الأخبار. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. والبداية من الشأن السوري حيث استشهد اللاعب الناشئ حسام سليمان لاعب ناشئي نادي بانياس تحت التعذيب بأحد الفروع الأمنية في دمشق بعد اعتقاله منذ حوالي عامين. حسام هو شقيق اللاعب محمد سليمان لاعب فئة الرجال لنادي مصفات بانياس المعتقل منذ سنتين ونصف وما يزال مصيره مجهولا حتى اليوم. يذكر أن الشهيد سليمان والذي يبلغ من العمر 18 عاما هو اللاعب رقم 13 الذي يقتل على أيدي عصابات النظام الأمنية من فئة تحت سن 19 عاما. عالميا قلب أرسنال الطاولة على مضيفه إيفرتون وحول تأخره بهدفين إلى تعادل في الوقت القاتل في قمة الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وأنقذ المدفعجية أنفسهم بأعجوبة من فخ الهزيمة بفضل ثنائية رامزي وجيرو في الدقائق السبع الأخيرة من الوقت الأصلي بعد أن كانت توفينز متقدمين بهدفين بالشوط الأول برأسية الإيرلندي شيموش كولمان في الدقيقة 19 والاسكتلندي ستيفن نايسميث مع نهاية نصف اللقاء الأول. بهذا التعادل رفع فريق المدرب الفرنسي أرسن فينجر رصيده إلى 4 نقاط. أما فريق المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز فاكتفى بحصد النقطة الثانية له بالبريمير ليج. ماركا نايسميث 2-0 para el Everton. La flojera o flojedad que crece pero para el Arsenal. Marca Cazorla dentro del área, escorado, entrando por la izquierda el centro de Cazorla, gol. La corta distancia marca Ramsey llegando. نبقى في إنجلترا حيث عزز تشيلسي موقعه في صدارة الموسم الجديد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن حقق فوزه على الثاني على التوالي وتغلب على ضيفه الصاعد حديثا ليستر سيتي بهدفين نظيفين بالمرحلة الثانية. وانتظر البلوز حتى الدقيقة 63 لتسجيل الهدف الأول بتوقيع الوافد الجديد دييغو كوستا ليسجل ثاني أهدافه مع تشيلسي في الموسم الحالي. وتمكن الجناح البلجيكي الدولي إيدن هازارد من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77 عبر تمريرة من الوافد الآخر الجديد أيضا سيسك فابريغاس. بهذا الانتصار رفع تشيلسي رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بينما توقف رصيد ليستر عند نقطة وحيدة في المركز العاشر. وإلى إسبانيا حيث يفتتح برشلونة مباريته بالدوري الإسباني هذا الموسم عندما يواجه ألتشي في المباراة التي ستقام على ملعب الكامب نو مع كل بروغرانا. يدخل الكتالان المباراة بقيادة المدرب الجديد لويس إنريكي لكن في ظل غياب العديد من الأسماء لعل أبرزها الأوروغواياني لويس سواريز والذي يغيب عن اللقاء بسبب العقوبة الموقع عليه من قبل الاتحاد الدولي. كما سيغيب أيضا عن صفوف الفريق النجم البرازيلي نيمار بسبب الإصابة وكذلك الوافد الجديد توماس فيرلايلن لنفس السبب. وكانت مباريات افتتاح الليغا بالأمس أسفرت عن فوز ملقا على بلباو بهدف نظيف وغرناطة على ديبرتيفو لاكورونيا بهدفين لواحد فيما حسم التعادل الإيجابي لقاء إشبيليا وفالنسيا بهدف لكل منهما. ومن الليغا إلى البوندسليغا فبعد فوز صعب لحامل اللقب بايرن ميونخ على فولسبورغ بهدفين لواحد بافتتاح مباريات الدوري للموسم الجديد انتهى الشوط الأول من مباراة بروسيا دورتموند وبايرن ليفركوزن بتقدم الأخير بهدف دون رد أحرزه كريم بالعربي ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه لأنه بات رقما قياسيا جديدا في سجلات تاريخ الكرة الألمانية. هدف بالعربي هو أسرع أهداف البطولة على مدار تاريخها حيث أحرزه اللاعب في 8 من عمر المباراة والتي انتهت بفوز ليفركوزن بهدفين نظيفين سجل ثانيهما قبل صافرة النهاية بلحظات المهاجم ستيفن كيسلينج. Jurgen Klopp is stunned, as is the Westfalen Stadium. Dortmund 0, Leverkusen 1. Well, right from the kickoff, they show their intent. The left back high up the field. It's a great bit of play. There's a little nutmeg on the defender, and he's stretching for this ball. He takes a whack.
كالعادة المزيد من أخبار الرياضة في سياق التقرير التالي، نتابع معا. بدايتنا مع تصريحات مدرب برشلونة لويس أنريكي التي قال فيها إن غياب المهاجم المثير للجدل لويس سواريز عن المباريات الرسمية للبلوغرانا بسبب عقوبة الإيقاف لن تدمر الفريق لأنه قوي بما يكفي ليبدأ الموسم بدونه. وأضاف أنريكي بأن سواريز سيكون قادرا على المساعدة وبأن التشكيلة قوية بما يكفي لخوض أولى المواجهات في الموسم وكذلك الأمر في دوري أبطال أوروبا. ونتحول إلى عالم التنس، حيث حصل المصنف الثاني على العالم السويسري روجر فيدرير الذي حصد لقب بطولة سينسيناتي، وهو اللقب 22 له في بطولات الأساتذة والثمانين في مسيرته. حصل على جائزة قيمتها 638,000 دولار إضافة لألف نقطة، بينما حصل وصيف الإسباني دايفيد فيرير على جائزة قيمتها 313,000 دولار و600 نقطة بعد أن حل وصيفا للاعب السويسري. وتقدم الإسباني فيرير إلى المركز الخامس في تصنيف لاعبي التنس المحترفين بعد إعلان القائمة الجديدة. وفي منافسات السيدات، حافظت الأمريكية سيرينا ويليامز المصنفة الأولى بعد تتويجها بلقب بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس، حافظت على صدارة التصنيف العالمي. أما فيما يتعلق بمنافستها الصربية أنا إيفانوفيتش فارتقت بالترتيب ضمن العشرة الأوائل وتحديدا إلى المركز التاسع بعد أن وصلت إلى نهائي البطولة. وعادت إيفانوفيتش إلى قائمة المصنفات العشر الأوليات لأول مرة بعد غياب طويل وفقا لتصنيف اللاعبات المحترفات. ونختتم جولتنا من البرازيل، حيث فاز العداء الجامايكي يوسين بولت أسرع رجل في العالم بالنسخة الثانية من سباق مانو إيمانو الذي أقيم بجوار شواطئ الكوبا كابانا في ريو دي جانيرو والتي ستستضيف الألعاب الأولمبية في العام 2016. لكن العداء الأولمبي صاحب الرقم القياسي فشل في تحقيق هدفه بإنهاء السباق في أقل من 10 ثوان، حيث أنهاه في 10 ثوان و6 أجزاء من الثانية. ومع ذلك نجح بولت في التغلب على منافسيه الثلاثة الآخرين من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل. بالعودة للدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد سيحل ضيفا على ساندرلاند بمواجهة لا تخلو من صعوبة. أما الآن نهاية أخبار رياضة وعودة إلى فادي لاستكمال مشوار جولة الصباح. تفضل فادي. شكرا يا معن. يا هلا. هاتي إلك. شكرا. خليني إياك. مشاهدينا، بماذا تذكرك مجزرة الكيماوي؟ هل سؤال انطرح على مجموعة من أبناء ريف دمشق؟ خلونا نروح لهنيك ونشوف هالاستطلاع. مأساة، اجت على الغوطة وآسينا من نفتي. أطفال يعني كأنه نايمين. في أشخاص تأثرت، في أشخاص ماتت عم تسعف، بس ما حدا خوف. لو استعملوا مرة تانية كمان ما حدا يخوف. يعني مئات الأطفال بالأرض مسطوحة، هذا اللي طلع الزبد من تمه، هذا اللي حالته بتأسي، هذا مبين مخنوق خنق. هاي المشاهد اللي بتدل إذا دل على تخاذل العالم كله معنا. كمان نسوان مزنبة بأواعية جايبين هيك منظر عن حق، منظر مؤسي جدا جدا جدا. هن عم يموتوا ما طالع بيدنا نسوي لهم شيء. هاي أصعب مشهد بحياتي بروحي، ما شفنا على بالأفلام الرعب. إحنا تمينا صامدين لساتنا صامدين بإذن الله. حتى آخر قطرة دم فينا إن شاء الله، ما بيدخل على غير عجزتنا إن شاء الله. والله العالم كتير راحت، قضت كتير، لو وصلت كمان الغوطة لتحت ما ضل حدا. مجزرة يعني بكل معنى الكلمة. يعني يوم كان فظيع كتير، أول مرة بشوف هيك قتلة بهالعدد هاد والكبير، يعني كمية كبيرة الأراضي كلها ملانة قتلة. مجزرة رهيبة. عمرها حورة ما وصلت لعند ربها إلا ما يقصف الهواء. ما في مجال نهين، قد ما علي وقد ما طال وقد ما صار ما في مجال إلا يصير تحت التراب. بس له عبرة، لازم يعتبر مثل أبوه، شلون صار بلمحة وشلون صار وين. شفنا أنه الإجرام كبير طبعا الأسهل وما له حدود، ويمكن تصير مجزرة ثانية وثالثة. بس هذا الشيء زادنا قوة وزادنا ثبات وزادنا إيمان بالله. في حالات كتير، أب فقد أولاده، أم فقدت أولادها، أكثر من 500-600 طفل ميتين ما قدرت أعمل لهم شيء. هذا أكثر شيء بحزب النفس. أطفال ونسوان وكبار وصغار، شو ذنبهم هدلهم؟ شو عملوا؟ طالب أنه تعيش بكرامتها، ما أكثر من هيك. أطفال كانوا نيام وظلوا نيام إلى الآن، وظلت ضمائر العالم كلها نائمة. كشف تخاذل العالم، تخاذل المنظمات الدولية. في أولاد كثير ماتوا الكيماوي. مجزرة الكيماوي بنتذكر فيها كل ظلم قام فيه النظام. ضربوا بعين هذا زملكة صاروخ. نزل بالليل اسعافات طايره عم تسعف،
وصار قتلة كثير وجرحى بحدود 700 شخص اللي رحنا امناهم من تحت الكيماوي. اطفال وصرنا نفيق بس بدنا نسكر الابواب ونهرب انه ما نعرف امتى نروح من الكيماوي. اطفال نسوان اطالوا حياتهم حرمهم من كل شيء. في عالم ماتت اهلها وشردها بالطريقه الا من افوا. احنا الكيماوي ما اثر علينا واللي بده يصير يصير. خرب بيت العالم، دمر الاطفال والاهالي، وناس شردت لحد هلا ما بتعرف وين اولادها ولا وين اهلها. الشعب نايم تدبر قتل. نادوا بالموادين انه اطلعوا على سطيح في كيماوي كمان، وسمعنا صوت السيارات الاسعافات عم تزقزق مناظر. ثاني يوم الصبح مو طبيعيه. مجزره الكيماوي هي عباره عن مجزره بحق ايضا ضمير الانسانيه، ضمير كافه المنظمات اللي تدعي حمايه حقوق الانسان. بتذكر كان في صعوبه كثير نقل الجرحى والاطفال ميتين من الكيماوي. في عند الاطباء نقص كثير بالمواد لمعالجه المرضى. ب 21/8/2013 كانت مجزره الكيماوي وما بيبقى منها الا الذكرى والصمت الدولي. كان معكم ابو ريان وابو الهدى لبرنامج جوله الصباح اورينت نيوز. وننتقل بكم مشاهدينا لموجز لآخر الأخبار من راديو أورينت، ابقوا معنا. الدرجة الأولى وبتضل بتدلل إنه الناس قابلين إنه ينسجموا مع هاي المبادرات الإيجابية. طيب حازم، برنامجنا مستمر ورح نرجع مرة تانية ونكمل المشاركات على هذا الموضوع، بس صار وقت موجز الأخبار. رح نطلع معك حازم العريضي موجز الأخبار. العاشرة بتوقيت دمشق، موجز الأخبار من راديو أورينت. كتائب الثوار تدمر 4 دبابات لقوات النظام على جبهة الجبل الشرقي بأطراف مدينة الزبداني في ريف دمشق. مقتل 3 مدنيين بقصف طيران النظام مدينة عربين بالغازات السامة. قصف ب6 قذائف هاون يستهدف الأحياء السكنية داخل مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق. الطيران الحربي يقصف مشفى الطبق الوطني في الرقة ما أسفر عن سقوط 10 شهداء وعدد من الجرحى. الثوار يتقدمون في اشتباكات بمدينة مورك في ريف حما، وطيران النظام يرد بقصف قريتي الحجامة وقمحانة بالقنابل العنقودية. كتائب الثوار تستهدف تجمعا لقوات النظام في محيط بلدة نوابير في درعا. سقوط 10 قتلى في معارك عنيفة بين تنظيم الدولة ووحدات حماية الشعب في جزعة بريف الحسكة. اجتماع وزاري عربي في السعودية اليوم لبحث تطورات الوضع في سوريا والعراق. السيناتور الأمريكي جون ماكين يدعو لضربات جوية أمريكية ضد تنظيم الدولة في سوريا. هيومن رايتس ووتش تقول إن العدالة لم تتحقق على الرغم من مرور عام على مقتل 100 سوريين بالكيماوي. مقتل 3 فلسطينيين في تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وإصابة أكثر من 18 أغلبهم من الأطفال في غارة جوية استهدفت برجا سكنيا في مدينة غزة. وأخيرا، الأمم المتحدة تؤكد دخول 8 شحنات إغاثية من الحدود التركية والأردنية إلى سوريا. نهاية الموجز، دمتم بخير. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لاستكمال جولتنا الصباحية، ابقوا معنا. معروف عن المنتجات السورية بأنه لها طابع خاص وين ما حلت، والناس بدول الجوار بتطلبها بشكل كتير كبير. زميلتنا يسار لبي حضرت لنا فقرة خاصة عن دخول المواد الغذائية السورية للأسواق التركية. خلينا نروح لتركيا ومع يسار.
صباح الخير لكل مشاهدينا. جولتنا لليوم من اسطنبول حبينا ننقلكم ياها من منطقة فندق زادة. هالمنطقة اللي بتحتوي عدد كبير من السوريين شهدت الفترة الأخيرة ظهور عدد من المخازن التجارية اللي بتحتوي على مواد غذائية سورية منتجة بسوريا. وهون في عنا مخزن سوري، خلوكم معنا لحتى نشوف شو بيحتوي مواد غذائية سورية. مرحبا. مرحبتين. حضرتك صاحب المحل؟ ايوه. اسمك؟ جهاد الحدب. حضرتك من وين؟ من سوريا. من حما. كان عندك مخزن مثل هون، مثل هذا المخزن بحما؟ لا والله، اول بداية حياتي هاي الشغلة. شو كنت تشتغل بسوريا؟ لا، عايش بالسعودية، كنت بشتغل برخام مستثمرين هونيك، وصار ظروف معنا واجيت هوني. وش ليش فتحت مخزن يعني بالتحديد؟ ما فتحت مثلا، هلا محلات الاكل انتشرت كثير باسطنبول، فليش مخزن؟ لانه اخذت اول شيء موزع جمله المواد الغذائيه للسياح والاسعار والمطاعم. المواد عم تجي من وين؟ من سوريا. من سوريا. عم تلاقوا صعوبات بادخال المواد من سوريا لهون؟ اي والله فيها صعوبات بسيطه. شو نوع الصعوبات مثلا؟ الصعوبات شحن البضاعه، مناطق حدوديه، ودخول البضاعه من سوريا لاسطنبول اذا هيك بدنا نحكي عليها. عم يتم نقلها بضمن باص، انه شاحنات او باصات ضمن باصات. شو نوع المواد الغذائيه اللي عم تامنوها للمواطن السوري او للزبون العربي اللي موجود هون؟ هلا المواطن السوري عم يلاقي صعوبه بيدخل على السوبر ماركت. اقرب مثال، اذا واحد بده كزبره ما بيعرف عليه سوبر ماركت، ما بيفهم عليه. هلا بيرتاح المواطن السوري، بيجي هون بنقول له عليها، بيلاقي الموجودات هاي الشغله. في صعوبه باللغه يعني بالسوبر ماركت التركي. طيب شو السبب انه مثلا الزبون السوري له فتره، هلا لنا سنتين في ناس عايشه هون، 3 سنين عم نتعودت على الاكل التركي، فشو سبب انه بيجي مثلا بياخذ من هون سمنه، بياخذ رز مع انه متوفرين هون؟ شو السبب؟ هلا يفرق من الجوده السوريه وجوده البضاعه التركيه، كطعمه كجوده كمان في هالكلام هذا. هلا الناس عم يلاقوا هالبضاعه السوريه كزيت الزيتون، كدبس الرمان، كسمن العربي، فرق كبير من دبس الرمان السوري ودبس الرمان التركي. السوري فيها من منتجات زراعيه، من مزارع وهالفئات هذولي، التركيه صناعيه. هل في شيء من المواد اللي عم تقدموها هون بالمحل شغل يدوي؟ هلا السمن، دبس الرمان شغل مزارع يدوي يعتبر، والزيت العفريني كمان مزارع يدوي. عم يجي من سوريا شغل ايد لهون. ايوه. كيف عم تشوفوا الاقبال السوريين يلي موجودين هون باسطنبول على هيك مواد غذائيه؟ هلا الاقبال كويس، وما عدا هيك السياح التونسيين والعراقيين والمغاربه بينبسطوا هيك شغلات. بالنسبه للاتراك المقيمين هون، هل في اقبال لهم على هيك محلات؟ هلا عجبوهم. هلا المناطق الحدوديه مثل الريحانيه وكلس وانطاكيا بيعرفوا هيك شغلات، بيجوا عنا. التركيين نفس البلد بيلاقوها شغله عجيبه وغريبه وبتعرفوا عليها شوي شوي. هلا صار في اقبال عليها، الخبز السوري صار هلا يستقبلوها. تماما. بالنسبه للخبز السوري كيف الاقبال هلا بكل المحلات السوريه، محلات بيع الاكل او المواد الغذائيه منتشر الخبز السوري، وحتى هون بتركيا معروف الصمون، الخبز السميكه، فكيف عم يتقبلوا الخبز السوري الرقيق؟ انه هلا في فرق ايام وجو كعدد الخبز الموجوده فيها. هلا الصامون اليوم واحد بيخلص معهم، الخبز بيقعد معهم 3 ايام. بالنسبة للأسعار كيف الأسعار عندكم هلأ، أنه مثل الأسعار التركية ولا أغلى ولا أرخص، بما أنه عم يتم عملية شحن يعني من سوريا له؟ هي بتكون ما حقلك أغلى ولا أقل، سعر وسط من بيناتهم. هلأ بيع الجملة فرق منيح بياخدوها، وللسياح سعر خاص فيهم، والمواطن السوري له سعر خاص، سعرها خاصة للمواطن السوري. أسعار وحدة، أنا بحط أسعارهم وحدة، بس اللي ما له استطاعة فيها بيكون له سعر خاص فيها الكلام هذا. هلا ممكن انتم تأمنوا شيء مواد غذائية مثلا على طلب المواطن؟ مثلا في ناس بتوصيكم على متة، ناس بتوصي على شيء منه موجود هون، هلا الملوخية منها موجودة هون، فيكم انتم تأمنوا طلبات المواطن شو ما كانت من سوريا؟ ايه طبعا نقدر نأمن. حسب طلبات خاصة، حسب الموجودة، حسب يدخل بقى من سوريا لهوني من الريحانية واسطنبول. مو شغله سهله كمان، تدخيل البضاعه من سوريا للريحانيه كمان فيها صعوبه كبيره كثير، مو شغله سهله. قديش صار لك فاتح المحل؟ صار لي 3 شهور. وفي عندك فرع ثاني ولا بس هذا المحل؟ لا، كبدايتنا نحن عم نشتغل، وان شاء الله لسه فكري انا هلا افتح جهه الاسيويه كمان اذا بدك. وخارج اسطنبول؟ خارج اسطنبول لسه كبداياتي صعبه شوي. بدنا نشوف هلا شو في عندك مواد غذائيه.
هلا عندك الطحينه بتفرق بين الطحينه السوريه والتركيه كجوده وكطعمه. كطعمه تفرق منيح عليها. عندك السمن العربي هذا بيكون شغل يدوي، شغل مزارع. ايوه من سوريا. وفي انواع انه هلا السمن العربي في هاي درجه اولى وهي درجه ثانيه، وكمان بسوريا ما في شيء انه درجه جوده وحده حسب بتفرق الاسعار. طبعا فرق سعر منيح بالكلام هذا. طيب هون في شفت سمنه، هلا نحن هون بتركيا ما في سمنه والسوريين كثير عانوا من هاي القصه انه السمنه ما في ممنوع بيعها بتركيا، فانتم كيف عم تقدروا تامنوا هاي المنتجات؟ هلا هاي السمنه اماراتيه ما يعتبر سوريه. اذا الواحد يحكي كل هذه الانواع احيانا في منتج اماراتي خارجية، بس الناس متعودين عليها وبيحبوها هالنوع وهالجودة فيها. حتى شفت في معلبات، في عنا التون المرتديلا تغذية والهنا، هاي منتجات سورية. الهنا والشهية وهدولي منتجات سورية، والتغذية كمان إماراتية أتوقع، والسردين والحمص سورية، المكسرات هاي سورية من حمص كمان، الرز الكبسة سعودية الشعلان. تشحنوه من السعودية ولا كمان من سوريا؟ من سوريا. في فرق منيح، إذا بنجيبها شحن من السعودية كمان عم نحاول فيها ونخطط بهالقصة هاي، بيكون فرق كلام بالسعر. بالنسبة هون في مكدوس، المكدوس كمان شغل يدوي، شغل بيوت هوني كمان. طيب بالنسبة للتمر كمان، هذا التمر تركي ولا سعودي ولا شو؟ سعودي هذا التمر من المدينة. بيتم شحنه من السعودية؟ كمان تجي من السعودية لسوريا، لسوريا بيجي هون. رغم من كل الظروف يعني الصعبة اللي عم تعيشها البلد، عم تمرق بضايع من دول الخليج مثلا وبتمرق بتجي على تركيا. هلا بننتقل للتوابل. التوابل هلا في بهارات انواع، في بهارات سورية، في بهارات سورية مثل بهارات الكبسة، بهارات سبع بهارات، سمسم، كمون، يانسون حب، كزبرة، هي سورية، والباقي ماركة تركية. كثير من السوريين عانوا من عدم وجودها بالمحلات التركيه، انتم كيف عم تامنوها؟ عم تجيبوها من سوريا بتطحنوها هون؟ كيف عم بيصير؟ الناس هناك بوكلوا عليهم يتابعوا بالطحن ويتابعوا الجوده فيها، اهم شيء تكون الجوده طيبه، انه مو اي شيء. البهارات هلا سبع بهارات بيخلطوا فيها، اذا ما كان الواحد قدام عينه بيطحنها ما بيستفيد الشغله فيه كلياتها. كمان نفس الشيء بالنسبه لجوز الهند، ما انه متوفر هون كثير بصعوبه، كمان عم تامنوه من سوريا بتجيبوا لهون؟ من سوريا كمان. هلا الاغلبيه كلها البضاعه من سوريا. هلا هذا فول يابس سوري ما هيك؟ مزبوط، هذا فول سوري كمان. هلا هون بتركيا كمان في فول، شو اللي بيفرق يعني الفول السوري عن الفول؟ يفرق بهالشغله بالحجم، بالنوع كمان. هلا السوريين بيحبوا الفول يكون كبير، هون التركي في فول صغير. نعم. كمان في عندكم فول معلب شفت؟ في فول معلب كمان. الخبز السوري كمان موجود، هذا الخبز السوري انتاج اكثر من فرع فتحوا هلا، في الطربوش، في البيك، في الغازي، في انواع كثيره فتحت. انت ما عندك المخبز الخاص فيك، بتاخذ من مخابز ثانيه؟ بناخذ من مخابز ثانيه. التيسي هلا انواع هون، في البرغل، في البرغل والعدس، انواع تبع الكبه كلها هي كمان تركيه، ما حنحكي سوريا، في منه بيدخل سوري في شيء تركي. وكمان في انواع الجوده التركيه، البضاعه التركيه كويسه. هلا مكسرات تركيه. هلا كمان شفنا عندك في مواد مثل حفاره الكوسه، القالب اللي بيعملوا فيه الفلافل، النعناع اليابس، هدول كيف عم يتم تامينهم من سوريا؟ هلا ورقه الكوسه شغل ريحانيه مو من سوريا، كمان في منتجات في شركات بتسويها، بس بالصنبول ما عندهم هي الشغله. بالنسبه لقالب الفلافل؟ لا هي من سوريا القالب الفلافل كمان. نجي هون على الاجبان والالبان. هلا هذا جبن سوري من حما شغله. عم يجي من حما لهون؟ من حما لهون. بس كمان مو بسهوله، بصعوبه، بنوصيها توصايه حتى يقدر يجيبوا لنا اياها الكميات. هلا بتفرق الطعمه بين الجبنه التركيه الموجوده هون وانواعها والجبنه السوري المتعودين عليه اللي بيجي بالتنك بتغليه لحتى تاكله، انتوا عم بتامنوه بصعوبه والسوريين كثير عم يلاقوا صعوبه لحتى يلاقوا هاي الماده، فهي متوفره عندكم؟ هلا متوفره مؤقته، انه مو بشغله سهوله، انه دائما متوفره، انه مو الشغله هاي بده واحد يطلب بده شي شغله اسبوعين ثلاثه حتى تقدر تجي عنده هالشغله. كنا متعودين بسوريا ناخذ هالاجبان بكميات كبيره، هون كميات محدوده يمكن. كميات محدوده مو بسهوله. هلا هي كطعمه السوريه غير طعمه التركيه كجبن كمان. طبعا بتفرق كثير. بالنسبه للزيتون كمان هذا شغل وين؟ زيتون اردني. ما
في زيتون عفريني او زيتون ادلبي؟ لا والله، هي الزيتون مدقوق اخضر من الاردن، اجاني اياه كمان شركه كويسه ودقناها وعجبتنا. هذا شنكليش كمان؟ شنكليش، هي شنكليش انطاكي من انطاكيا. بالنسبه لانطاكيا انه ثقافتها بالنسبه للاكل كثير قريبه لسوريا العربيه الشغله. هلا انطاكيا كثير عم بيقلدوا، هلا صاروا هلا في مزارع بانطاكيا بيزرعوا ملوخيه، هلا توسعت سبري شوي، بقى سبري شهرين ثلاثه بتلاقي هلا عم يزرعوا ملوخيه. شو هدول المواد هون اللي فوق؟ هاي كمان نفس المقدوس وفاصوليه، مقدوس فاصوليه، وعندك الصنوبر، جوز، زبيب، الفستق الحلبي، انواع كثيره. يعطيك العافية ونتمنى لك التوفيق بهالمحل وتفتح فروع تانية وتساعد السوريين اللي موجودين هون على تأمين المواد الغذائية اللي بيحتاجوها واللي هي أساس سفرتهم. شكرا كتير لك ونتشكرك على استضافتنا. عفوا ونورتونا، أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا. نصصن. تشكر درم. انت ليش اليوم بهذا المحل؟ شو عم تعمل بمحل السوريالي بو سوريالي دكان لارسن؟ يعني ben işte arkadaş benim komşum. Geliyorum işte eve. Mesela baharat lazım. Mesela bu var. Ben mesela sabahları içiyorum bunu. Ham şeker, ham tansiyon biraz benim problemim var. Bu güzel. Bu çok güzel. Bunu hafif ılık su. Bunun bir de ağzı var. Ağzından yavaş yavaş çekiyor. Mide çok güzel, problem olmuyor. Çok güzel. Bu isim Mete. Sen seviyor Mete? Mete'yi ben çok seviyorum. Yani nasıl bir şey? Ne zaman çok sıcak, çok problem. Baş çok problem. Bu güzel. Çok güzel. Ondan sonra şu çok güzel. Sen yani meluhiye güzel. Çok güzel. Yani ben sen biliyor meluhiye. Meluhiye biliyorum çünkü benim arkadaş bana söylüyor bu neye yarıyor? Onu alıyorum ben. Şu neye yarıyor? Onu bana söylüyor, ben alıyorum onu. Ondan sonra bu daha farklı nane. Nane doğru mu? Nane. Bizim nanelerden daha farklı. Çok güzel yemeğin üstüne böyle et kızartma çok güzel. Ondan sonra çekirdek. Çekirdek Türkçe. Suriyeli isim Şumra. Şumra. Türkçe çekirdek. Ama çok güzel. Başka mesela salam Türkiye'de biraz daha problem salam. Çünkü koyuyorlar plastik ama bu çok güzel. Kahve? Kahve ben içmiyorum. Ben yok kahve. Sadece çay ve bu. Başka bir şey içmiyorum. Ondan sonra ne diyeyim? Pirinç mesela çok güzel. Mesela yemek de yapıyoruz. Aşağıda ofiste çok güzel yemek etli. Çok güzel oluyor. Çok teşekkürler abi. Çok sağ olun. Sağ olun, merci. İyi çalışmalar. وهلا انتقلنا لمنطقة ثانية هي منطقة الفاتح يلي بيكثر فيها التواجد السوري، نحن هلا قدام محل ببيع مواد غذائية سورية، خليكم معنا. مرحبا. أهلا. حضرتك سوري؟ أنا. من وين حضرتك؟ أنا من الشام. قد إيه صار لك بتركيا؟ إلي سنتين تقريبا. من جديد نبلش شغل هون ولا لا؟ يعني إلي تقريبا خمس ست شهور هيك. هون بهذا المحل؟ أنا. هذا المحل هو تركي بس عنده قسم لبيع البضائع السورية، شو السبب انه حويتوا هذا القسم من البضائع السورية؟ طبعا ما انه هون السوريين يعني اعدادهم تكاثرت فما يعني ما لهم متعودين على الاشياء التركية، يعني لذلك حبوا انه
من الحدود مثلا عم تفوت بضاعة سورية، السوريين متعودين عليها أكثر، مشان هيك صار إقبال أكثر يعني عليها، مثل الشاي والقهوة وهيك شغلات، السوريين عم يقبلوا عليها هيك شغلات. المعلبات موجودة هون بكثرة، كل شيء معلبات سورية موجودة هون. كيف عم يتم تدخيل هاي المواد لتركيا؟ طبعا يعني في مستودعات كثير، في تجار انه مشان ما تروح اغراضها نقلت مستودعاتها على الريحانية وهي المناطق الجنوبية بتركيا، وعم بلشوا يوزعوها حسب الطلب من التجار الاتراك. انتم عم تتواصلوا مع مستودعات بريحانية او انطاكيا وتوصلوا البضائع لهون عن طريق الشحن؟ ايه نعم. طبيعة. كيف عم يكون الإقبال السوري أو العربي على هاي المواد؟ والله إقبال كثيف جدا، كثيف جدا، لأنه حتى يعني لجوا صار ما في شغل، كله المحل على الأشياء السورية. هل في أتراك بيجوا بياخذوا من المواد السورية اللي موجودة هون؟ نادرا، بس الشاي أكثر شيء على الشاي السوري. هلا بالنسبة للمتة، شفت عندكم متة، حدا من الأتراك جربها وحبها ولا لا؟ لا ما حبوها، ما حبوا ما شربوا. بالنسبة للزعتر الحلبي، والله في يعني نوعا ما الأتراك يعني بيشتروا هيك شغلات بس قليل جدا، بس السوريين يعني في إقبال على الزعتر كبير. بالنسبة لأنه السوريين إجوا لعندكم ووصوكم، شافوا شيء ما موجود عندكم من البضائع ووصوكم عليه، هل أنتم بتقوموا بتأمين هذا الشيء ولا لا؟ والله نوعا ما بنقدر، بس في مثلا شغلات ما بنقدر عليها ما بنقدر نجيبها، بس نوعا ما من لبي الطلب. الزبون اي شيء بيطلبه معناته انه انتم فيكم تحاولوا انه تامنوا له اياه. اي نعم. شو هي اكثر المواد طلبا عندكم بهذا المحل؟ الشاي السوري والقهوه السوريه، و يعني بتعرفي مستلزمات الارجيله، معسل، فحم، هيك شيء يعني. حتى المعسل والفحم عم بيجي من سوريا. اي نعم. شو في كمان مواد هلا مثل هذا؟ شو هذا؟ أصفر مو موجود بتركيا، عم نجيبه من حلب لهون. وبالنسبة للبهارات، في بهارات عندكم بهارات سورية؟ سورية ما بتجي لأنه بسبب ارتفاع سعرها وغالية جدا، لذلك الناس معتمدة على التركي نفس الشيء تقريبا. إذا حكينا عن الأسعار، الأسعار البضائع السورية بتفرق كتير عن البضائع التركية، هي أغلى ولا أرخص ولا نفس السعر؟ كيف؟ لا طبعا أغلى بسبب أنه قلتها والإقبال السوري عليها، ف يعني هن شلون بقول لك ماسكين المشتري من ناحيه السعر. كمان يمكن في اجره شحن كمان تنضاف. طبعا عليها. طبعا كله مدفوع حقه، يعني جميع حتى وصولها لهون مدفوع حقه على الزبون. قد ايش صار لكم انتم بتبيعوا بهذا المحل مواد سوريه؟ تقريبا الى سنتين. من وقت ما بلشوا السوريين يكتروا بتركيا. طبعا بس طبعا هلا صار في اقبال اكثر، ما كان في الاقبال، كانت كثير مصغره جدا، بس هلا كبرناها بسبب السوريين ما شاء الله كثروا هون، صار يعني تقريبا صاروا بعدد الاتراك. مرحبا. ميت مرحبا، اهلا وسهلا. حضرتك من سوريا؟ نعم. قد ايش صار لك مقيم باسطنبول؟ الحقيقه انا ماني مقيم باسطنبول، جاي زياره، انا مقيم بلندن من 14 سنه وجاي زيارة بس لشوف هيك الأهل. قد صار لك بإسطنبول يعني زيارتك؟ إسطنبول إلي من 3 أيام بس. شو جاي تعمل بالمحل التركي اللي بيحوي مواد غذائية سورية؟ حقيقة كنا هون مارقين يعني جاي على جامع الفاتح، فلفت نظري إنه هون في محل يعني في بضاعة سورية، فالواحد بيتذكر يعني كيف البضاعة يعني بالشام وكيف كل الأغراض يعني شغل سوريا يعني، فدائماً بيحب الواحد يعني ياخذ هيك شغلات. ممكن تاخذ معك على لندن بضائع سورية؟ هو الحقيقة كل شيء متوفر هنيك، بس يعني انه هلا الإقامة قاعد هون تقريبا اسبوعين زمان، فشو بنحتاج بناخذ يعني من هون من المونتك. كيف شفت الأسعار؟ الأسعار يعني معقولة كثير، يعني ما كثير فارقة، يعني إذا بقارنا بلندن يعني أرخص طبعا من لندن بكثير. بالنسبة للمواد السورية أرخص من لندن؟ إيه أرخص. بالنسبة للمواد التركية الموجودة هون، هل المواد السورية بتفرق كتير بالسعر عنا أم لا؟ بالنسبة للمواد التركية يعني كمان أسعار كتير مقبولة، يعني ما يعني بصراحة لقيته يعني محل كتير جيد، يعني الأسعار كتير مقبولة فيه. نتمنى لك إجازة حلوة هون باسطنبول وتستمتع فيها، وشكرا كتير لألك. شكرا كتير لأوريانت. شكرا. مرحبا. أهلا
وسهلا. اسمك؟ محمود صالح. حضرتك من وين؟ من سوريا؟ من ريف الشام. ومقيم باسطنبول؟ لا، بإقليم هاتاي بسكندرون. شو جاي تعمل اليوم بالمحل التركي اللي بيحوي بضائع سورية؟ أنا جاي زيارة، جيت لعند خالي جاي أشوفه، وكنا مارين من هون وقفنا عم نتفرج على البضاعة شوي، عم نشوف الأسعار، عم نشوف المواد المواد الموجودة. يعني بقارن واحد بينه وبين البضاعة التركية كجودة، طبعا مع احترامنا للتراك بضاعتنا جودتها أحسن وكأسعار أفضل. إنه بأسعار وجودة بتكون السورية أفضل؟ كأسعار أفضل، يعني أنا بنزل بجيب بضاعة من المناطق المحررة من ريف إدلب، في فرق كتير كبير بالأسعار. السوري اللي هون والسوري اللي بالمناطق؟ غير السوري اللي هون والسوري اللي جوا، فرق أسعار بين البضاعة الموجودة هون. يعني مثلا أنت بتاخذي على سبيل المثال بدك كيلو شاي ممتاز، مثلا الكيلو شاي الممتاز السوري ممكن يوصل حقه لـ21-22 ليرة، إنما التركي يعني بيوصل لـ30-35 ليرة. يعني على مستوى الرز نفس الشيء، على مستوى يعني جميع المواد. طيب، كونك تاجر انه عم بتجيب مواد من سوريا لتركيا، شو هي الصعوبات اللي بتواجهكم على الطرقات، او شو هي اهم الصعوبات اللي بتواجهكم بنقل المواد؟ هلا هي وين يعني نوعين، احتمال اول شيء يعني باي ساعه ممكن تجي الطياره وتروحنا نطير اشلاء، والصعوبه الثانيه الجيش الحري، يعني في مجموعات كثير بتعذبنا صراحه بالمناطق المحررة. المناطق المحررة يعني بيقولوا لك مثلا انت مسمح لك تفوتي معك خلينا نقول كيلين شاي، 3 كيلو رز، 3 كيلو سكر. طيب انا عم فوت الكمية المحددة، ليش عم توقفوني؟ ليش مثلا لا رجع؟ ليش مثلا يعني بالعياط وبالخناق لا بدك ترجع اجباري وممنوع تطلع وممنوع 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 من هالحكي؟ طيب هي الكمية انتم سامحين فيها، طبعا هلا صار لهم 5 ايام مانعين تفويت البضاعة بشكل نهائي. نتمنى لكم التوفيق بهالمهمة. بس حابة أعرف كيف عم تلاقوا الإقبال السوري، الإقبال السوري للمواد السورية الموجودة بإقليم هاتاي؟ يعني كتير العالم بتركض على البضاعة السورية، بتعرفي يعني شيء نحن متعودين عليه، فإجباري العالم ده تم عم تأخذ منه، عم تنطلب البضاعة السورية بشكل كبير، وإن شاء الله يتعاونوا معنا على المعبر السوري والسوري حصرا وليس التركي. التركي متعاونين بشكل كامل الحمد لله، ان شاء الله يتعاونوا معنا من الطرف السوري بادخال بضائع. بس كلمه بوجهها للكتائب بالجيش الحر، احنا ثورتنا قامت ضد الظلم وضد القهر، فيا ريت يتجنبوا الظلم، لانه الظلم ظلمات يوم القيامه ان شاء الله يا رب. شكرا كثير لكم، نتمنى لكم التوفيق بزيارتكم لهون وتوصلوا بالسلامه. الله يسلمك يا رب، شكرا لكم. شكرا لأوريانت. شكرا ومثل ما شفنا البضائع السورية والمواد الغذائية السورية غزت الأسواق التركية بكل مناطقها. هيك بنكون وصلنا لختام جولتنا من اسطنبول. بدنا نشكر يسار على هالجولة الصباحية. مشاهدينا فاصل صغير ونرجع لنتابع الفقرة الاقتصادية. أهلا بكم مشاهدينا على الأخبار الاقتصادية. أعلنت وزارة الري والبنى التحتية في الحكومة السورية المؤقتة مباشرة تنفيذ مشروع النهر الصغير في محافظة دير الزور بتكلفة إجمالية تبلغ $100,000 أمريكي. وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يأتي في ظل تفاقم أزمة جفاف التي تهدد ما تبقى من المحاصيل الزراعية في المدينة، والتي شهدت خلال الموسم الماضي انخفاضا كبيرا. وكانت الحكومة المؤقتة قد أعلنت في وقت سابق عن مجموعة مشاريع إنمائية لدعم قطاعي الري والزراعة في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية، خاصة في مجال توريد الأسمدة والبذار. أكد مسؤولون في الحكومة التركية أن وزارتا العمل والداخلية تعملان على وضع آلية لتسهيل عمل اللاجئين السوريين في تركيا من خلال تحديد الأماكن والقطاعات التي تحتاج العمال السوريين. ونقلت جريدة حريات التركية عن رئيس بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين تأكيدها الإطار القانوني للمشروع والذي سيصدر بحلول نهاية الشهر الجاري، مضيفة أن الحكومة حاليا تعمل على خطة من شأنها تمكين السوريين من العمل دون تصاريح إقامة. يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا وصل حتى مطلع آب الحالي 1,358,000 بحسب إحصائيات الداخلية التركية.
قال وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج إن الحكومة اللبنانية أصدرت قراراً بإعفاء اللاجئين السوريين الراغبين في العودة من الرسوم المالية المترتبة على مخالفاتهم لنظام الإقامة في لبنان. هذا فيما بيّنت مراسلة أورينت نيوز في بيروت أن العمل بالقرار سيجري لمدة 3 أشهر فقط من تاريخ صدوره. يذكر أن الحكومة اللبنانية اتخذت خلال الشهر الحالي مجموعة تهدف للحد من قدوم اللاجئين السوريين من خلال فرض معايير مشددة على السماح لدخول اللاجئين. أكدت صحف تابعة للنظام أن تدهور الأوضاع الأمنية في العراق أدى إلى تراجع كبير في حجم الصادرات السورية إليه، لا سيما الزراعية منها. ولفتت الصحف إلى أن هذا التراجع تسبب بخسائر كبيرة للمنتجين والمصدرين، خاصة أن الأسواق العراقية باتت تعتبر إحدى أكبر الأسواق المستهلكة للمنتجات السورية بعد فرض العقوبات الأوروبية على نظام الأسد. حافظت معظم العملات الأجنبية على أسعارها وفقا لتداول العملات في السوق السورية في بداية الأسبوع، فسجل الدولار 168 ليرة مبيع، فيما سجلت العملة الأوروبية 225 ليرة مبيع. نترككم الآن مشاهدينا مع أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب. نهاية أخبار الاقتصاد، ننتقل إلى فقرة التواصل. في أخبار التكنولوجيا، شواحن للموبايلات تعتمد على الطاقة الشمسية، وجوجل تطرح أول تطبيق للصور البانورامية. نتابع. في الولايات المتحدة قام مجموعة من المهندسين باختراع شواحن للموبايلات في الأماكن والحدائق العامة في ولاية بوسطن تعتمد على الطاقة الشمسية بشكل كلي في خطوة تجريبية قابلة للتطبيق إذا ما لقي إقبالا من قبل السكان. تحضر شركة LG الكورية الجنوبية للكشف عن شاشة كمبيوتر منحنية خلال مشاركتها في معرض IFA 2014 الذي يقام في برلين الألمانية. وقالت الشركة إن الشاشة هي الأولى من نوعها المخصصة لأجهزة الكمبيوتر، علما بأن سوق الإلكترونيات شهد مسبقا إطلاق تلفزيونات ذات شاشة منحنية من شركة سامسونج. أعلنت جوجل عن طرحها تطبيقها الخاص بالتقاط الصور البانورامية في متجر تطبيقات أبل لمستخدمي هواتف آيفون بعد أن كان التطبيق حصريا خلال الفترة الماضية لمستخدمي أندرويد، ويتيح التطبيق لمستخدميه التقاط الصور بنسبة 360 درجة، حيث يقوم التطبيق بعدها بتجميع الصور الملتقطة ودمجها مع بعضها لتشكيل مشهد كامل للبيئة التي تم تصويرها. وفي أخبار المنوعات، أيسلندا تحذر من ثوران بركان باردوبونغا وتحدي الماء المثلج ظاهرة انتشرت في الفترة الأخيرة. نتابع التقرير. نبدأ جولتنا من إيسلندا، فقد رفع مكتب الأرصاد الجوية في البلاد مستوى المخاطر لشركات الطيران إلى الدرجة البرتقالية جراء ثوران بركان باردوبونغا، وهو المستوى الرابع على مقياس البراكين من بين المستويات الخمسة. وكان الرماد البركاني لأفايالا يوكول عام 2010 في إيسلندا أغلق معظم المجال الجوي الأوروبي لمدة 6 أيام، مما أثر على أكثر من 10 مليون نسمة.
وإلى الولايات المتحدة وبالتحديد ميدان تايمز سكوير المشهور في نيويورك، فقد اجتمع العشرات من المهاجرين من دول العالم بملابس أفلام كرتونية مثل باتمان وميكي ماوس للمطالبة بحرية العمل وتخفيف الرقابة الحكومية على التبرعات أو حتى الرشاوي من السياح. وفي اليابان أدت الأمطار الغزيرة في مدينة هيروشيما إلى انهيارات أرضية ما تسبب بمقتل 18 شخصا على الأقل وغرق عدد من المنازل بالطين. ونختتم جولتنا بهذا الخبر، حيث انتشر في الأيام الماضية تحد من نوع آخر بين المشاهير في مختلف المجالات، يقوم خلاله المتسابق بسكب نفسه بالماء المثلج ودفع $100 كتبرعات، وذلك لنشر الوعي لمعالجة التصلب العضلي وجمع التبرعات لمكافحته الذي بات مرضا منتشرا بكثرة بين البشر. مشاهدينا، للتواصل معنا واقتراحاتكم وأفكاركم راسلونا على صفحتنا على الفيسبوك جولة الصباح أو الإيميل صباح@orion-tv.net. ومنختتم فقراتنا لليوم مع أغنية هي شامنا للفنان فضل شاكر. إلى اللقاء.